السلام عليكم. بسم الله، هنتحدث في عجالة عن بعض المعلومات الهامة المتعلقة بالأوميجا 3. أوميجا 3 هي سلسلة من الأحماض الدهنية التي تحتوي على أكثر من رابطة ثنائية غير مشبعة، لذا يطلق عليها اسم Poly Unsaturated Fatty Acids. أوميجا 3 تعتبر أحماض دهنية أساسية، بمعنى أن الجسم لا يستطيع تكوينها، لكن يتم الحصول عليها من الغذاء الصحي الغني بالأوميجا 3 وكذلك من المكملات الغذائية، لذا تعتبر أحماض دهنية أساسية Essential Fatty Acids. يعود سبب تسمية أوميجا 3 بهذا الاسم إلى تركيبها، حيث أن أول رابطة ثنائية غير مشبعة تتواجد عند ذرة الكربون رقم 3 في سلسلة الأوميجا، لذا يطلق عليها اسم أوميجا 3. أشهر أنواع الأوميجا 3: النوع الأول أوميجا 3 قصيرة السلسلة Short Chain Fatty Acids، وأشهرها هو Alpha Linolenic Acid ALA، والذي يتواجد في الزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وكذلك زيت فول الصويا وأيضا زيت الكانولا. يحتوي ألفا لينولينيك أسيد على 18 ذرة كربون، ويتحول في الجسم إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة، وهي الـ EPA وكذلك DHA، ولكن بكميات قليلة. تسخين الزيوت النباتية التي تحتوي على ألفا لينولينيك أسيد لدرجات حرارة عالية يؤدي إلى تحللها ويفقدها قيمتها كمصدر للأوميجا 3. النوع الثاني من الأوميجا 3 هو أوميجا 3 طويلة السلسلة Long Chain Fatty Acids، وأشهر مصادرها هو زيت السمك وكذلك الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل وكذلك السردين. أشهر نوعيها على الإطلاق هو إيكوزا بنتانيوك أسيد EBA، والذي يحتوي على 20 ذرة كربون وخمس روابط ثنائية غير مشبعة، وهو يتواجد كما قلنا في الأسماك الدهنية وفي زيت السمك، وأيضا يتواجد سبحان الله في حليب الأم. النوع الثاني من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة هو DHA ديكوزا هكسانوك أسيد، والذي يحتوي على 22 ذرة كربون وكذلك 6 روابط ثنائية غير مشبعة، وهو يتواجد في زيت السمك. يعتبر DHA مكون أساسي لخلايا وأنسجة المخ وكذلك الأعصاب وشبكية العين. أحماض الأوميجا 3 طويلة السلسلة EBA وكذلك DHA لها أهمية طبية كبرى، حيث أن لها دوراً هاماً في المحافظة على صحة الجسم الجسدية وكذلك النفسية، كما أن لها دوراً كبيراً في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية. هذه معلومات بسيطة وسريعة عن الأوميجا 3، والسلام عليكم ورحمة الله.